الحدوته بتبدا بواحد بيشرح الاحداث وده اهم جزء في الفيلم. فايه يعني كوبايه شاي كده وانت بتتفرج وركز معايا. زمان يعني وقصدي زمان قوي يعني من حوالي مليارات السنين مثلا كده، مصر العظيمه كانت نعيم الالهه اللي خلقت البشر والحاجات دي، استغفر الله العظيم. يعني ملناش دعوه يا جدعان، احنا بنتكلم في فيلم بقى خيال علمي تقولوا ايه او خيال يعني، فانت دول كفره. ايوه دول كفره ماشي. فالآلهة اللي كانت خلق البشر وكل الكائنات قرروا ان هم ينزلوا ويعيشوا مع الكائنات الضعيفة يعني اللي هي البشر وكده. وبنعرف ان كل اله عنده قدرة خاصة بيه زي اللي هنشوفهم يعني في المستقبل، يعني اللي هنشوفهم كمان دقيقتين. بس بشكل مختصر يعني كده كل اله ليهم ليه قدرة خارقة. يعني واحد منهم بيبقى اله الريح الحكمة وبيتحولوا وحوش وحاجات عجيبة كده. وان مصر اتقسمت ما بين اخين ست وأوزوريس. أوزوريس كان إله الحياة اللي كان محبوب وكان كل حاجة يعني، وكان بيحكم الحتة اللي هي إيه عند النهر دي، فاهم أنت اللي هو نهر النيل بقى عشان ده منبع الحياة بقى عند المصريين القدماء، فكان بيحكم هو الحتة دي والناس كلها كانت بتحبه. وست كان بيحكم الصحراء الفاضية عشان ما حدش بيحبه، ولا أنا بحبه ولا أنت هتحبه ما علينا. ودلوقتي بقى جاء الوقت إن أوزوريس يتوج حد تاني مكانه ويكون الملك، فبيجي اختياره على ابنه اللي هو حورس. وبيبدأ الفيلم الواد ده اللي هو عامل نفسه علاء الدين وبيسرق فستان لحبيبته، وبنفهم ان خلاص التتويج بتاع حورس قرب. وبعد كده بنروح لحورس وهو نايم وبيشخر، اله ونايم وبيشخر عالم كفر اولاد. فالخدم بيصحوه بنشوفه طويل فشخ كده، يعني انا مش فاهم ده لاعب كرة سلة مش اله. المهم بيقوم وبقى وبيظبط حاله وبيستحمى وبتجي له المزه بتاعته والحاجات دي كلها والحبشتكنات دي كلها، وبيقوم يروح المراسم بتاعت التتويج. وبيبتدي بقى كل اله يجي بقى بالهدايا بتاعته بالحبشتكنات بتاعته بالجاليه بتاعته وما علينا. وبتبدا بعد كده المراسم. بس قبل ما أوزوريس لسه بيحط التاج على دماغ حورس، عم ست بيجي اللي هو اخو أوزوريس يعني، بيخش يقول لهم معلش والله يا جدعان اتاخرت، اصل الدائري كان واقف شويه فانا معلش اتاخرت بس. فبيخش بقى فاهم بصوا احضن وبيدي لحورس هديه وهي بوك. انا مش عارف صراحه يعني هو ليه البوك يعتبر هديه، بس ما علينا، بس هو يعني بيحب الصيد وكده. فبيقول له جرب، وبيجي ينفخ في البوق فبتطلع دي الاشاره بتاعه الجيش بتاع ست، ويخش الجيش دخول رايق ما بين الجماهير كده، وبيبتدي حاطه المكان بتاع التتويج. وست طلع ان هو عايز يبقى الملك وجاي بقى فاهم يتخانق مع اخوه عشان يبقى الملك، وطلب مباراه عادله ما بينه وما بين أوزوريس، واللي يكسب يبقى هو الملك. فأوزوريس مش بيرضى، فست بيحضنه وبيتصالحوا وكل حاجه بتخلص. لا ثانيه واحده كده قالوا، ولما ست بيحضن أوزوريس بيقتله بسكينه كده. الست يعتبر عمل انقلاب على أوزوريس يعني. فحارس بيقول له لا ابويا يتعور انا كمان اتعور معاه. فبيحاول ان هو يستخدم القوه اللي عنده ان هو عمره ما بيخيب، دايما لما بينشل لازم بيصيب. والله العظيم انا بقول اشعار، عمره ما بيخيب دايما بينشل لازم بس ست طبعا كان عامل حسابه وجايب درع بيعكس ضوء الشمس، فطبعا حورس ما بيعرفش يشوف كويس وما بيعرفش ينشل فبتيجي بالغلط. بس سهله يعني، ست بيكسر له ام الدرع. وبعد كده بيتحول للوحش كده بجناحات، وست قال له مال وانا عندي كمان واحد منه، يقوم جاي متحول لكلب. لحد لما كل الجيش بتاع ست بيطلع الدروع وبيعكس ضوء الشمس في وش حورس، وست بياخد الفرصة وبياخد عينين حورس الاتنين. وكده ست بقى ملك مصر، وأوزوريس مات وحورس محدش عارف مكانه. وبنروح للولد تاني وصاحبته اللي هو اسمه بيك، وصاحبته اللي هي زايا. فزايا بتقول لعم بيك قوله لما يجي جيش ست من الحرب بيفتحوا المكان اللي بيحطوا فيه الغنائم، وهي عايزة بيك يخش عشان يسرق عين حورس من المكان ده. فالمهم ان هو بيوافقها في الموضوع عشان حورس يرجع تاني ياخد الحكم، وهي بتأمن بالآلهة وبتثق فيهم وبتحبهم يعني وكده. فبيك بيسمع كلامها وبيخش مع الذهب، بس طبعا عشان هو البطل بقى وكده. ايوه هو البطل يعني، في ايه ما تستغربوش يعني عادي. فبيعدي من كل الفخاخ وبعد كده بياخد عين حورس، وبيطلع وبيهرب مع زايا على الحصان. بس برايز وبتاهم جايه واخده سهم كده في قلبها خليها قلبها. وبعد كده بيروح بيك الحورس عشان يساومه عشان يديله العين مقابل ان هو يرجع زايا للحياه. فبيخشوا عركه، وطبعا حورس اصلا مش شايف اي حاجه. فبينتهي يعني انه بيوافق على الطلب بتاع بيك، بس مقابل ان هو يرجع تاني حكم مصر، عشان هو لما يبقى حاكم مصر هيقدر يرجعها، غير كده انسى. وعشان يرجع للحكم تاني مش هينفع بعين واحده، لازم نجيب له عين اتنين. هي نونوت في دماغه ان هو يجيب العين التانيه. فقرر بيك ان هو يساعده مقابل ان حبيبته تاني ايه ترجع له. فحورس بيستدعي انوبيس اللي هو اله الموت، فانوبيس بياخد روح زايا وحورس بياخد عينه، وبتبدا رحلتهم. فحورس راح لجده اللي هو اله رع اللي هو اله الشمس،
كفر 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 وحاجة خرا. فالمهم ان هو اخد بيك معاه وطرق الفضاء كده لحد جده ومفيش اكسجين. طب يعني هو عادي، هو معه، هو اله، انما بيك ايه وضعه؟ عادي جدا، تاخدش في بالك يا برو. فحرس لسه جاي بيطلب من رعف، راح بيقول معيش ثواني بس اخلص بس المعركة اللي عندي مع الكائن ده وارجع لك تاني. خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ فحرس بيطلب من راعي ان هو ياخد من المياه المقدسة، يعني حاجة كفر. فمهم يعني انه بيطلب منه ياخد من المياه المقدسة، فهنعرف ليه قدام هيطلب الطلب ده. فبياخد من المياه وبيمشوا، وبنروح مع ست لما كان بيغزو بقية الاراضي وبيعايز يقتل كل الهة اللي بترفض حكمه، فبيقتل مراته وبياخد جناحتها. وبعد كده بنفهم من حرس ان المياه المقدسة دي اخدها عشان يدفي نار الصحراء. نار الصحراء دي اللي بتمد الصحراء بالقوة وبتمد ست بالقوة، وهو عايز يطفيها عشان يضعف ست. وجا طبعا السؤال اللي في بالي في بالك وفي بالنا كلنا وجا برضو في بال بيك، ايه اللي هيحصل لو شربت المياه دي؟ فحرس بيقول له عادي جدا، هتنتعش كده، تحس بانتعاش، بعد كده هتموت. قال له ايه ده، ثواني، هي مش المياه دي المفروض انها مياه مقدسه بقى والحياه وكده، ما انا ليه هموت؟ قال له لا، ما انا هقتلك بعديها يعني عادي. المهم حرس وبيك بيروحوا يجيبوا مياه من الشلال، فبيهجم عليهم حراس بس ده طبعا بطل الفيلم فبيفشخهم عادي يعني. بعدين بنروح قدام شويه لما كانوا قاعدين في المعبد، لو تعبانين ضخمين كده جايين يروح السلام عليكم، بس طبعا بياخدوا بالهم منهم وبيحا كام حركه كده على كام حركه كده بيقدر ان هم يقتلوا واحد منهم. التاني بيجي وراهم ولسه هيفشخهم، فبتيجي إلهة الحب اللي هي طبعا إلهة السنبنه، بتقف قدام التعبان وتقول له اقف، بيقوم جاي واقف اللي هو التعبان يعني. فقالت له بقول لك ايه، انت انا حاسك كده ساقع، حاسك بردان، ما تدفي نفسك. فيوم جاي مولع في نفسه كمية سنبنة اوفر. وبعد كده بيروحوا هما التلاتة عند إله الحكمة، وده اللي هو عارف كل حاجة يعني، وفي نسخ كتير منه. فالمهم بيطلبوا منه ان هو يحل لهم اللغز بتاع ابو الهول. انت بتخش الهرم اللي موجود فيه نار الصحراء، بتلاقي ابو الهول بيطلع لك بيقول لك مساء الخير، عندي ليك لغز، حله صح هعديك، ما تحلوش صح هفشخك. فإله الحكمة بيقول لهم لا او مش لا او مش عارف ايه. فبعد شوية كده بيفضلوا يزنوا على دماغه لغاية لما بيك بيعمل فيه خدعة كده اللي هو فاهم، بيلعب على النفس بتاعته او الايجو بتاعته، يقول له ماشي خلصان، انا كده عايز ضحي بنفسي اساسا، بس لما اجي اموت حاب اقول ابو الهول ان انت كنت جبان وخايف تيجي تشوف اللغز بتاعه. فبيقول له اه يعني انا كده مثلا هخاف يعني عادي جدا مش جاي. فبيقول له يعني انا هخاف كده عادي جدا مش جاي. بعد كده بيروح زي الجزمة. فبيروحوا هما الأربعة للهرم وبيخشوا يلاقوا أبو الهول، فأبو الهول بيقول لهم اللغز، واللغز هو، واللغز هو أنا ما كنتش كده ولا عمري هبقى، محدش شافني ولا حد هيشوفني، أنا إيه؟ العجل في بطن أمه. فإله الحكمة بيقول له النظام، قال له غلط، وقام جاي ملسوع حورس. فبيقول له النقاء، قال له غلط، قام جاي ملسوعه تاني. فبيقول له الغد، قال له صح بس هنكر، لا هو صراحة عداه. فبعد كده بيعدوا قدام، فبيقع في الفخ بتاع ست، فست بيحبسهم قبل ما يخمدوا النار، فست بيحبسهم قبل ما يطفوا النار، وست بياخد عقل إله الحكمة كده مع جناحات مرات ست ومع عين حورس ومع عقل إله الحكمة، بياخد المية وبيكبها. بس طبعا هم عشان ابطال الفيلم وطبعا لازم ينكسبوا في الاخر وخيلوا دايما ينتصر والكلام ده كله، فبيقدروا ان هم يهربوا. وبنعرف ان حورس كان بيضحك على بيك وان هو مش هيقدر يرجع الزايا تاني. فالمهم لقيت الحب بتضحي بنفسها وبتقلع السوار اللي في ايدها، والسوار ده بيمنعها انها تروح لعالم الشياطين وكده. طب هي بتقلع السوار ده ليه؟ بتديه لبيك عشان يديه لحبيبته تاني عشان تقدر تمر من العالم السفلي، يعني فاهمين، عشان تمر للحياة التانية لازم يبقى معاها حاجة تسومها ما بين يعني مع الالهة اللي تحت عشان تعدي العالم السفلي. الالهة بياخدوا ذهب عشان يعدوهم. فبعد كده بنروح لست، فبنلاقيه بقى تنين بقى، اخد الجناحات بقى والعقل وحط عين تالتة بقى مسيخ الدجال. فبيقوم جاي طالع فشخ راعه وموته، وبكده طبعا الوحش اللي راعه كان كل يوم بيحاربه هيقدر يهجم على الارض، وكمان ست بقى معاه الرمح بتاع راعه. فبيروحوا عشان يوقفوا ست، وبيحصل شويه اكشن اكشن اكشن، وفي الاخر حورس كسب ست وراعه بيرجع للحياه تاني وبيوقف الكائن اللي كان جاي يدمر الارض ده. وبعد كده حورس بيطلب من راعه ان هو يرجع زايا للحياه، وبيك برضو كان مات فبيقوم جاي مرجعه في السكه. وبس كده بيخلص الفيلم وحورس هو الملك، وتوتا توتا خلصت الحدوته. ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير و ينعم مين أبوكو شغالي دي بس كده.
ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك كومنت شير وتعملي فولو على الانستا وفولو على البروفايل بيج بتاعه الفيسبوك. ما تنساش تعمل فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منتج لنا الفيديو ده وكتب السكريبت بتاعه يعني. وبس كده، السلام عليكم.